حالة الرفض الواسعة التي تلقتها المحاولة العبثية لإعمار جامع النبي يونس في الموصل عبرت عنها رياح عاتية أوقعت الملصقات الدعائية التي روجت لشخصيات سياسية حاولت بجهل استغلال آثار يزيد عمرها على 3000 سنة. هكذا يقول أهل الموصل الذين استغربوا إصرار جهات حزبية على إعمار الجامع في هذا الوقت بالذات رغم تحذيرات علماء الآثار من خطورة هذه الخطوة. صار 4 سنوات أي تقدم ماكو تحت بناء هذا الشيء، ولكن هسه كعمليات انتخابية أكيد مصالح شخصية، ولا هو قبل هاي العمليات الانتخابية ليش ما جاء أحد هاي 4 سنين من تحررنا قال بدنا نبني النبي يونس أو نرجع أعماره؟ والله جامع النبي يونس صار له يعني اليوم تقريبا 6-7 سنوات، زين يعني اليوم يلا فطنوا عليها، وين كانوا قبل؟ زين عوفوها هسه بعد الانتخابات تعالوا سووا، لا تجون هسه تسوون على مود الانتخابات. من جهتهم قال معنيون بالآثار إن محاولة إدخال آليات ثقيلة إلى موقع جامع النبي يونس سيشكل تهديدا حقيقيا للمواقع، لا سيما في ظل وجود شبكة أنفاق تحت هذا الجامع تمتد إلى مئات الأمتار، كما أكدوا أن خطوة الإعمار هي جزء من عرض انتخابي سينتهي في 10 من تشرين الأول المقبل. مثل ما تلاحظ واحدة من الأمور اللي تستفزنا إحنا بالموصل أو تستفز الشعب العراقي بصورة عامة هو مدى استهانة السياسيين بعقولنا. أنا متأكد مثل ما قلت قبل شهرين لوزارة الصناعة ووزارة الثقافة، أقول الآن أنه ما راح يصير أي شيء في جامع النبي يونس من هنا إلى 2 إلى 5 سنوات إلى أن تكمل عمليات التنقيب. إحنا في سيرك وهذا السيرك راح ينتهي يوم 10/10. إذا بدينا بالإعمار وخلينا أي معدات ثقيلة للإعمار راح ينهار الجامع على القصر، وراح نخسر الاثنين، جامع النبي يونس وقصر أسر حدون. راح نشاهد الكثير من الدعايات ومن المشاريع الخيالية من الآن إلى يوم 10/10. هذا سيرك انتخابي وإحنا مستمتعين بالفرجة. وقال موصليون إن آثار نينوى إرث عالمي ستشكل محاولات العبث فيه نقطة سوداء بحق العراق في المحافل الدولية، لا سيما مع المساعي الحثيثة التي تبذل لإدراج كثير من المواقع في لائحة التراث العالمي.